أهلا بكم في الجزء الثاني من بانوراما فلسطينية، ونبدأ الجزء الثاني بقضية الأسبوع حول تطبيع الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي بين آمال الذين طبعوا وخيارات الشعب الفلسطيني. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مساء أمس توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين من جهة ودولة الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الأخرى برعاية الولايات المتحدة. ووقع اتفاق التطبيع كل من وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب وخلال افتتاح الفعاليات قال إن الإمارات والبحرين وإسرائيل سيتبادلون السفراء ويتعاونون كدول صديقة، معتبرا الاتفاق فجرا جديدا للشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه الاتفاقات تؤكد التحرر من النهوج الفاشلة السابقة وأن هناك بلدانا أخرى ستلحق بالركب، موضحا أن هذه الاتفاقات تقضي بالسماح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى. معي لمناقشة هذا الموضوع هنا في الاستوديو عضو الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع السيد أحمد الشيبة النعيمي، ونبدأ النقاش بعد هذا التقرير. Thank you very much. Please. Thank you. إصرار إماراتي وبحريني على عدم الاكتفاء بدخول سجل العار، وإنما المنافسة على المركز الأول فيه، وبتفوق واضح على الدول التي سبقتهم بتوقيع اتفاقات مع تل أبيب. فنحن لم نألف مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء الاحتلال ومواطنين من الأردن أو مصر فضلا عن الضفة الغربية المحتلة، كما حدث مع المدعو خليفة باتصاله مع نتنياهو وادعائه تعلم العبرية عبر تطبيق زوم. ولم نشهد بثا مشتركا للقنوات التلفزيونية المطبعة مع الاحتلال كما هو حال القنوات الرسمية في البحرين والإمارات، ولم نسمع عن حملة شيطنة للفلسطينيين وانتقاص منهم في الإعلام الرسمي المصري أو الأردني قبل توقيع اتفاقات التطبيع كما هو الحال في إعلام الدول المحاصرة لقطر، ولم نشهد تواطؤ تجار من تلك الدول في بيع عقارات مقدسية للاحتلال كما سمعنا عن تجار مقربين من نظام محمد بن زايد، بل وصل الأمر بمقربين من ابن زايد للترحيب مسبقا بأي عدوان إسرائيلي على غزة وتأكيد عدم اعتباره عائقا في طريق السلام مع مجرم الحرب نتنياهو. يتحدثون عن سلام مع جهة لا تجمعهم بها أي حدود مشتركة، ولم يخوضوا ضدها أي حروب نظامية مباشرة، متوهمين أن هذا فيه مصلحة لبلدانهم واستقرار لحكمهم. ولو كان ذلك نافعا لأحد لنفع الشاه في إيران الذي لم يشفع له ولاؤه المطلق لواشنطن وعلاقته الدافئة مع تل أبيب في الدفاع عنه أو تثبيته على كرسي الحكم حين دقت ساعة الخطر الشعبية ضده، ولا نجد حرصا على مصلحة لفلسطين سوى مجرد حديث إماراتي رمزي عن تعليق لخطة الضم دون مواعيد محددة، الأمر الذي نفاه الاحتلال من جهته. يقابله تصرف أكثر سوءا من وزير داخلية البحرين الذي لا يرى في قضية فلسطين أي شأن مصيري لبلاده، وقد أحسن حيث أساء، فالأرض المباركة فلسطين أجل وأرفع من أن تكون قضية مصيرية لأمثاله. إلا أن الحالة الشعبية الخليجية كانت خلاف تلك الأنظمة المنعزلة عن شعوبها، وكان رفض التطبيع حاضرا عبر منصات التواصل، وبرزت بقوة جهود الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع مع حضور فاعل لوسم بحرينيون ضد التطبيع، مؤكدين بذلك وضوح البوصلة الشعبية نحو قضية فلسطين القضية الأولى للأمة وانعزال الأنظمة عن المزاج الشعبي العام، ولأن هذه الشعوب غارقة في براثن القمع والتخويف من بطش حكامها فقد جاء حراكها محصورا في الفضاء الأزرق. كما
كما أرحب أيضا عبر سكايب من رام الله بالإعلامي والناشط الفلسطيني علاء الرماوي. وأبدأ مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، كإماراتي، ما هو شعورك أمس وأنت تشاهد وزير خارجية بلدك مبتسم ويتحدث عن اتفاقية سلام مع دولة ما زالت تحت الأرض، ودولة طردت أبي وأمي وجدي من أرضهم التي عاشوا فيها وعاش فيها أجدادهم وأجداد أجدادهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشعور الإماراتي للشعب الإماراتي وأنا أنقله اليوم عبر هذه الشاشة، أنه شعور حقيقة بالألم الشديد أولاً، وبأنه يوم أسود في التاريخ، تاريخ دولة الإمارات التي بنيت أساساً على مناصرة القضية الفلسطينية وعلى مناصرة كل القضايا الإسلامية والعربية، على مناصرة أي قضية إنسانية. اليوم القضية كبيرة جداً وليست بالبسيطة، هو تحول تاريخي وتحول بوصلة الإمارات التي هي في الأصل ضمن المحيط العربي والإسلامي والخليجي، وهي الآن تتخذ قرار بالانعزال عن هذا المجتمع باتخاذها قرار الذهاب في صف المجرم الظالم الذي هو العدو الصهيوني. بعد أن كان عدواً في يوم وليلة أصبح صديقاً، وهذا ينافي كل توجهات وقيم المجتمع الإماراتي وقيادة المجتمع الإماراتي التي كان المؤسسون فيها يعربون بوضوح عن عدم قبولهم بمثل هذه العلاقة مع الكيان الصهيوني. ولكن عبد الله بن زايد قال بأن الشعوب ملت وتعبت من الحروب، وسؤالي هنا، هل هناك يعني فعلا ملل داخل الشعب الإماراتي من القضية الفلسطينية طالما هو أصلا لم يكن هناك حرب؟ يعني حتى يكون دقيقا، لم تخض الشعوب العربية حروبا كشعوب، إنما كانت الأنظمة التي تحارب. الحكومة الإماراتية أول حرب خاضتها هي حرب ضد الشعب الإماراتي في الأساس لكتم صوته، وبالتالي لا يحق لها أن تتكلم باسم أي شعب من الشعوب هذه، لا حتى الشعب الإماراتي. لما يتكلم عبد الله بن زايد بهذا الكلام فلينظر إلى معتقلي الرأي الموجودين في السجون الإماراتية التي منهم مجموعة كبيرة هي ممن كانوا أسسوا في عام 2000 جمعية الإمارات لمقاومة التطبيع، والتي أغلقت في عام 2010 بقرار من الحكومة الإماراتية. الشعوب ليس لها حق أن تتكلم أمام هذه الدكتاتوريات اليوم على أساس يأتي هو ويتكلم باسم الشعوب العربية. هؤلاء هم أنفسهم ملوا من اللعب تحت الطاولة، ويتوقعون أن الآن الوقت مواتي لكي يخرجوا كل فسادهم وكل يعني ما كانوا يخبئوه من خيانة حقيقية لهذه الأمة بهذا العمل. يعني ملوا أن يكونوا لابسين للأقنعة، اليوم يريدوا أن يكشفوا عن أقنعتهم، هذه هي الحقيقة. علاء الرماوي، أرحب بك مجددا كفلسطيني، كيف تابعت مراسم توقيع الاتفاق أمس، وفي أي أجواء جرت مقارنة مع اتفاقات وقعها الاحتلال الإسرائيلي مع دول عربية أخرى؟ كان هناك اتفاق أواخر السبعينات مع مصر، واتفاق في التسعينات مع الأردن. أولا بعد التحية لك والتحية للمشاهدين الكرام، التحية لضيفك الإماراتي الذي عبر عن العروبة وعبر أيضا عن ميزان الشعوب وعن مزاج الشعوب أيضا. ودعني أقول، عندما نسمع هذا الصوت كفلسطينيين من بيت المقدس، نحن نسمع لنؤكد على ما كناه دائما، بأن الشعوب تنحاز للقدس والأقصى وللقضية ولسورة الإسراء في كتاب ربها. هذا النفس الذي يعيد لنا الروح وليعيد تصحيح البوصلة. أنا أدرك بأن ما يتحدث به وإن كان مطاردا خارج بلده، إلا أن ذلك يوضع في ملف اتهام له، قد يكون لا سمح الله مطاردة مضاعفة، لأنه أصاب كبد الظالمين وكبد المطبعين، فتحية لك. القضية الثانية فيما تعلق بالانحرافية القائمة والمقارنة بالانحرافيات الأخرى التي قامت عليها دول عربية كالأردن ومصر والفجوة بينهم. أولا كما قال ضيفك الكريم بأن الإمارات دولة لم تحارب، أنا أتحدث عن النظام، ولم تقاتل الاحتلال الإسرائيلي، وتاريخ العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي قائم على السلمية الخانعة كما قال بيرس، وليس ما هذا قولي، قال بيرس بالحرف الواحد عندما خاطب النظام الإماراتي والسعودي قائلا لهم: إذا أردتم حالة من تطوير الأداء في دولكم زوجوا أموالكم لعقولنا. ذات القول تحدث به نتنياهو عندما قال: نحن نملك العقل وأنتم تملكون المال،
فأعطونا أموالكم ننتج لكم حضارة. هذا الذي جعل بعض القيادات في النظام العربي في الإمارات والسعودية والبحرين يحتجون على أن هناك استخدام عبودي لعملية التطبيع معهم، والتي عبر عنها مدير مكتب نتنياهو على الأقل قائلا لم يقصد نتنياهو الإساءة وإن كان الواقع يعني يتطلب ذلك. في البعد الآخر، عندما نتحدث عن منظومة العلاقات، عندما نتحدث عن مصر التي باعت سيناء مقابل التطبيع في عهد السادات، وإن قبلت دائرة من الحضور في مناطق سيناء، لكن على الأقل يشفع جزئيا للنظام المصري ولا شفاعة في التطبيع والخيانة، لأنها قامت منطق الحرب مع الاحتلال، قاتل المصريون فاستشهد بعضهم، قاتل جيشهم على الحدود ووصل. إذن هناك حالة من الاتفاق التي تديرها دولة وإن كانت طيب ضعيفة. والتساؤل هو عن أي اتفاق وفي أي مقابل قام وزير الخارجية الإماراتي والبحريني مع الولايات المتحدة الأمريكية بقبول هذا الاتفاق مع إسرائيل؟ أسأل ضيفي هنا أستاذ أحمد الشيب النعيمي، هذا الاتفاق يقال بأن هناك بنود سرية ولكنه سينشر في 9 صفحات. عندما تعترف دولة الإمارات العربية المحتلة بدولة الاحتلال الإسرائيلي وتقيم لها سفارات، ما هو المقابل؟ ما الذي فعلا ستجنيه الإمارات العربية المتحدة مقابل اعترافها بالاحتلال؟ صرح بذلك نتنياهو، المجرم نتنياهو يتكلم عن مسألة أنه لا يوجد مقابل ذلك سوى السلام، السلام مقابل السلام. الرابح الأكبر هو الكيان الصهيوني وترامب في انتخاباته، هذا هو الأمر. ولذلك احنا اصلا، هي خلنا نكون واضحين، هي اصلا لم تكن لا إرادة إماراتية ولا إرادة بحرينية في الأساس. هم اصلا كان الموضوع هو البيت الأبيض قرر ووضعهم امام الأمر الواقع واعلن من هناك، فهم ليس لهم قيمة حقيقة أمام البيت الأبيض، ليس لهم قيمة. حتى صفقة الطائرات F-35 الذي قال ترامب بأنه لا يمانع أن تباع للإمارات العربية المتحدة، لا يعتبرونه مكسبا؟ لا أبدا، هو ترامب الذي صرح بذلك، لكن القرار بالنسبة لهذا الأمر في الشرق الأوسط هو عند الكيان الصهيوني، وبالتالي هو الكيان الصهيوني واقف أمام هذا الأمر، ولن يتم، لن يتم هذا الأمر بقرار صهيوني. في الشرق الأوسط لا يباع شيء لأي دولة من هذه الدول لأنها تصنف دولة عدوة بالنسبة لإسرائيل، لا يمكن أن يباع شيء من غير إذنها. لكن لن سيتغير إذا أصبحت دولة صديقة حسب ما لا لا أبداً صرحت. لا أبداً لن يتغير هذا الأمر، ولا أتوقع، أنا توقعي أن صفقة الإف 35 لن تتم أبداً. وكما قال وزير خارجيتهم، أظن أنه ولا برغي قال ممكن أن نسمح ببيعه. إذن لماذا كان عبد الله بن زايد أمس مغتبطاً؟ يعني مشاهد عبد الله بن زايد وهو مبتسم وفرح، يعني وكأنه انتصر في انتصار الفاتحين. كيف تقيم أداء وزير الخارجية أمس؟ هو حقيقة إحنا الدول هذه تقوم بإرضاء ساداتها، هذا الواقع، وبالتالي هم اليوم الإدارة الأمريكية بالنسبة لهم هو المكان الذي يحميلهم أماكنهم وعروشهم، والخوف من إيران، والخوف من يعني التمدد الإيراني، والخوف من تركيا، والخوف وهكذا، المشاريع هذه التي موجودة، هو هناك وعد بأن يحمونهم. لكن حقيقة الأمر، خلنا ننظر إلى الواقع. أول نقطة ذكرت وتساءلت يعني أنهم يعني هم يذهبون ويعني يقومون ببيع فلسطين الآن، بأي حق هذا الأمر؟ وهم لا يملكون شيء من هذا، لا يملكون حق لا بيع فلسطين ولا القدس ولا، وسنقولها لهم نحن كشعوب. أنا بس أذكر نقطة واحدة، احنا نزلنا ميثاق فلسطين، اللي متابع لميثاق فلسطين والذي وقع على ميثاق فلسطين، يوم واحد مليون توقيع، تجاوز المليون، اليوم تجاوز المليون توقيع للميثاق. حتى تعرف ميثاق فلسطين الذي أصدرتموه كرابطة إماراتية لمقاومة التطبيع، نحن أصدرناه حقيقة مع مجموعة روابط ومجموعة مؤسسات دخلنا في هذا الأمر. لكن النقطة المهمة هنا التي تتفضل فيها هي مسألة ربح الإمارات. ربح الإمارات هو ربح فردي، هناك شخص واحد هو وراء هذه القضية كلها، اللي هو ولي عهد أبو ظبي. لماذا لم يكن حاضرا بالمناسبة وأرسل وزير الخارجية؟
هو حقيقة يعني أنا لدينا معلومات بأن هناك قضايا مرفوعة أصلا هناك في واشنطن، ويعني لا يمكن ذهابهم إلى هناك، لا هو ولا الشيخ محمد بن راشد، لكن غالبا هذا الأمر أيضا هم لا يريدون أن يسجل عليهم في التاريخ، لأن حقيقة هؤلاء الذين ذهبوا للتوقيع على رأسهم عبد الله بن زايد، هؤلاء لن يسامحهم التاريخ، لا التاريخ الإماراتي ولا العربي ولا الإسلامي، والله لا نسامحهم أبدا، وسيسجل في التاريخ أنهم هم هؤلاء الذين وقعوا على هذا العار الذي لا تقبله الإمارات طيب. ولا أهلها. على هناك بنود تتعلق بالمسجد الأقصى. الغريب بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب المعروف بأنه يميني، والبعض يصفه بأنه يميني متطرف أيضا، يبدو كأنه مدافع عن المسجد الأقصى ويدعو المسلمين وغير المسلمين لدخول المسجد الأقصى والصلاة فيه. كيف ترى ما تحدث عنه ترامب، وما إذا كان هناك بنود تتعلق بالمسجد الأقصى في هذا الاتفاق؟ شوف، دعنا نتحدث، أنا قرأت، حاولت أن أقرأ ما كتب إسرائيليا عن الاتفاق حتى تتضح الصورة. أنت تعلم أن المساحة الإسرائيلية ناقدة قادرة على البيان فيما تعلق بالاتفاقيات الخارجية. اليوم كتبت يدعوت محرنوت مقالا مطولا حول الاتفاق، فقالت الاتفاق عبارة عن زواج أراده ترامب ويستنفع به نتنياهو. هذا الزواج بين الرجل الإسرائيلي وما بين عشيقته الإماراتية، هو تحدث عن النظام. هذه العشيقة التي كونت علاقة سرية في السابق ثم أنتجت اتفاقا علنيا. تتساءل صحيفة يدعوت أحرنوت وأيضا هارتس وبعض الصحف الأخرى عما قدم إسرائيليا للإمارات، وعندما قرأنا البنود لم نجد حالة يمكن الإشارة إليها فيما تعلق سواء بالمسجد الأقصى أو ما تعلق بالقضية الفلسطينية سواء عنصر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لكن إذا دخلنا إلى عمق العلاقة الإماراتية، أنا أشير هنا إلى النظام فيما تعلق بالمسجد الأقصى، فلدينا بعض الحقائق الدالة على ذلك. الإمارات سيدي كانت شريكة الاحتلال في مسألة تهويد عقارات القدس، وأنا أتحدث هنا عن البلدة القديمة. الإمارات كان لها يد حاضرة في الحرب على قطاع غزة من خلال منظومة تجسس، كانت حاضرة وأرادت أن تخترق أدوات واتصالات المقاومة الفلسطينية. الإمارات عندما تتحدث لها دور مباشر إنجائي بمتابعة قيادة المقاومة الفلسطينية التي كانت تتنقل في الخليج ثم تجمع أموالها أو تيسر عمليات على الأرض من خلال عمليات دفع وغيرها، وكانت المخابرات الإماراتية والسعودية ترصد ذلك لصالح الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل. فيما تعلق بالدور الإماراتي، أنت تعرف استشهاد المقبوح رحمه الله والدور الإماراتي طيب، ولكن في هذه الاتفاقية تحديدا، هل يسمح لأي اتفاقية يرعاها ترامب ونتنياهو بأن يقال تفتح الباب للمسلمين للذهاب للمسجد الأقصى والصلاة فيه؟ استغربت من هذا الموضوع عندما سمعت بعض الشخصيات القريبة من النظام تقول بأن بركة الاتفاق جعلت المقدس يصلي في المسجد الأقصى. دعني أقول هذه القضية عبرت عن حالة من السخافة التي تقال على ألسنة المقربين من النظام. الاتفاق لم ينص على ذلك ولم يشر إليه، والمقدسي يدخل القدس والأقصى رغما عن الاحتلال، بل يقاتل ويرابط على بوابات المسجد الأقصى. معنى ذلك سيدي بأننا نحن نخاف من النظام الإماراتي كما نخاف من الاحتلال على مصير المسجد الأقصى، فلا هو في حاضرة تفكير النظام الإماراتي ولا هو موجود في اتفاقياته. ودعني أقول لك من كسب، عندما تحدث بشكل واضح قال إن إسرائيل أرادت أن يكون هناك علاقة على علنية في ظل اتفاق بدلا من اتفاق سري، وترامب أراد أن يقدم ذلك انتخابيا لإنجاز في المساحة العربية ليشجع اليهود على طيب. أقل اتفاق. ابقى معي على أستاذ أحمد، هناك مشاهد أصبحت رمزية في هذا المشهد الاحتفالي أمس الذي احتفلت به دولة الاحتلال، صراحة هي التي احتفلت بما أنجزته أمس. عندما كان عبد الله بن زايد يريد التوقيع تساءل عن مكان التوقيع، لا أدري إن كنت بعد ذلك وإن كان هناك سبب، لكن هل يشير ذلك كما علق كثير من النشطاء إلى أنه أصلاً لا يعرف على ماذا يوقع؟ هو حقيقة أنا يعني لم أتابع
بهذه الصورة. هو تردد عندما أراد التوقيع ثم سأل أين مكان التوقيع. أي نعم، لكن هو حقيقة يعكس لنا يعني كيف أيضا حتى الجهة الإسرائيلية الجهة الصهيونية تنظر إلى هذه العملية، هل أطلعوه من قبل على كل هذه الأمور أو لم يطلعوه. ضيفك الكريم الأستاذ علاء في فلسطين هناك وهو يتكلم عن هذا الموضوع ذكر لك ما تتكلم عنه الصحف العبرية. نعم، الصحف العبرية لما تتكلم عن هذه القضية تتكلم عنه باستخفاف، يعني هذا أنا تابعت الحقيقة كثير من الأمور وهو أكيد متابع أكثر مني في هذا الموضوع، لكن تابعت كيف تستخف بهذا الاتفاق، ولذلك الاستخفاف بالاتفاق هو نفسه استخفاف بالأشخاص والموقعين أنفسهم، فليس هناك أهمية كبيرة حقيقة لهم هم ذواتهم. لماذا السؤال لماذا يعني هل كل ما لدى الإمارات العربية المتحدة من إمكانات اقتصادية مادية ضخمة اشترت فيها موانئ عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية ولها نفوذ لا يمكن إنكاره، حتى في الثورات العربية هناك من يعتبرها عراب الثورات المضادة، هل هي ضعيفة بهذا الشكل؟ لا أوراق لديها أمام الولايات المتحدة الأمريكية وترامب؟ لا، هو القضية ليست قضية أوراق في الأصل، أصلاً هذه على ما ذكر الأستاذ علاء في توصيف الكاتب بأنها أصلاً كانت العلاقة موجودة والكل مستفيد من الآخر، كل واحد منهم مستفيد من الآخر، وكانت هناك يعني رجال أعمال من الإمارات يقومون بأدوار في داخل فلسطين لصالح الكيان الصهيوني. ولكن ما الذي تستفيده الإمارات العربية المتحدة؟ الإمارات مثل ما قلت أنا يعني إحنا هذه الكيانات الخليجية، هذه كيانات في الأصل أصلا يعني أنشئت وكونت بطريقة أن تبقى ضعيفة وأن تبقى محتاجة للكائن هذا الكبير والحماية، وبالتالي وطبعا يعني الوحش المخيف بالنسبة لهم الذي هو دائما يهددونهم فيه اللي هي إيران، وأنا في وجهة نظري فعلا هذا الاتفاق سيحمي هؤلاء من إيران؟ هو حقيقة سيبقى أصلا موضوع إيران يستخدم، لأن أنا لدي قناعة إذا بتكلم عن قناعتي الشخصية أن موضوع إيران هو موضوع مسرحية منذ قيام تلك الثورة، فإيران حليف أمريكي في الحقيقة، إيران حليف أمريكي، هذا تحليلي أنا للموضوع، وأنه كان الشاه حليف بريطاني وتحولت المسألة إلى حليف أمريكي، ولذلك هو أهدي العراق وأهدي سوريا وترك له أن يعبث في اليمن، هذا من الذي فتح له كل هذه المجالات؟ وبالتالي هو مهدد وسلاح يستخدمونه لكي يقوم بدوره يعني في تهديد الدول الخليجية فقط. أستاذ علاء، الموقف الفلسطيني إلى أي مدى يمكن أن يكون قائدا للموقف الشعب العربي؟ رد الفعل الشعبي حتى الآن العربي متواضع أو غير موجود، يعني لأن كنا دقيقين، هل تعتقد بأن هذا سيتغير عندما يتغير الموقف الشعبي الفلسطيني أو تزداد المقاومة الشعبية الفلسطينية لهذا التطبيع؟ شوف، دعنا جمال يعني نتحدث بالبعد الاستراتيجي وليس العاطفي. في البعد الاستراتيجي جمال هناك نقطتين مهمات. اليوم كان هناك الإحصاء الإسرائيلي يتحدث عن الفلسطينيين في الداخل على حافة 2 مليون فلسطيني ما زالوا في الداخل المحتل عام 48. نحن هنا في الضفة الغربية بالإضافة إلى غزة نشكل أيضا عمقا فلسطينيا مهما حاضرا على الأقل صامدا في الأرض يدافع عن الأرض. يوم أمس شاهدتم مشهدا مهما، والمهم للعالم أن يشاهد هذا المشهد، عندما قامت المقاومة الفلسطينية بكتائب القسام بإطلاق مجموعة من الصواريخ بلغت 13 صاروخا أثناء اعتلاء البحريني وهو يتحدث عن السلام وفرصه، فكتبت صحيفة هارتس قالت هناك يفرحون، وهنا أصل المشكلة، يقومون باعتداء بين قوسين كما تسميه الصحيفة. القضية فيما تعلق بالصراع هي بوابة الحل هنا في الأراضي الفلسطينية. عندما نتحدث عن الفلسطيني يجمع الفلسطيني دون تردد بكل فصائله وبكل تكويناته وبكل حركاته بأن أي اتفاق تطبيعي من العربي مع الاحتلال الإسرائيلي لا يمثل شرعية ولا يمثل قاعدة ارتكاز في حل القضية الفلسطينية. النقطة الثانية، حتى الفريق الآخر منا الذي اعتبر أن هناك خلفية لأوسلو في ثقافته اليوم يتحدث بشكل واضح بأنه ضل وأخطأ الطريق، حتى وإن كانت البنية الثقافية أرجح
من حالة ضغط إلى أخرى، لكن أستطيع القول بشكل واضح بأن الذين يعتبرون أن العلاقة التطبيعية أو الاستسلامية مع الاحتلال الإسرائيلي علاقة ممكنة أصبحوا متهمين في الساحة الفلسطينية. النقطة الثالثة فيما تعلق بالأداء الفلسطيني، سيدي جمال والإخوة المشاهدين جميعا، حتى شعوبنا العربية، عليكم أن تدركوا بأن الفلسطيني لديه على الأقل 240 ألف شهيد في تاريخه، لديه 1,200,000 أسير في تاريخه، لديه حاضر مقاوم لم يتنازل، لم يسجل على الشعب الفلسطيني أنه باع أرضه أو تخلى عنها أو هاجر منها أو هجرها. ما زلنا يا سيدي الأغلبية نحن 51% على الأرض الفلسطينية. لأجل ذلك أقول لك السقف العربي سيمتثل إلى سقف الفلسطيني، الحضور سيبدأ متعاظما وسينتهي متعاظما. شكرا. وستظل دائرة المقاومة والحضور في رفض المشروع الإسرائيلي عبر الأجساد والدم والمقاومة والأداء ننطق بها ما دامت عروقنا حاضرة، وما زال العهد مع الله بأن لا نبيع القدس، لأن القدس تمثل لنا طهرا وحضارة وأملا، سندافع يعني عن الأمة في بوابة المسجد الأقصى، وتذكر نساءنا كيف وقفت في وجه شارون وستقف في وجه نتنياهو. الإعلامي والناشط الفلسطيني علاء الرماوي، كنت معي من رام الله، شكرا جزيلا لك. ختاما أستاذ أحمد، الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه على الأقل في تحريك الموقف الشعب الإماراتي ابتداء؟ جميل. بداية نحن نعلي صوت الشعب الإماراتي الغير قادر على أن يعبر عن رأيه، اليوم نحن نعلي صوته بهذه الرابطة. الأمر الآخر، نحن ننشر وعيا تجاه القضية الفلسطينية ومحوريتها واستراتيجيتها ومبدئيتها بالنسبة لنا لهذا الجيل والجيل القادم، لكل الأجيال. هذا أمر. ثم إننا يعني نحن نقطة جدا مهمة، نحن القيادة الإماراتية ظلت الطريق وأضاعت البوصلة، واليوم نحن نطالبها بأن ترجع للبوصلة، وإلا التاريخ سوف يتغير وكل شيء سوف يتغير بطبيعة الحال، لن يبقى الحال على ما هو عليه. ونحن حينما نقول هذا الكلام، التوعية عندنا، نقول أننا يفترض أن المجتمع الإماراتي وكل من هو في الإمارات لا يسمح بأن تكون الإمارات بوابة ولا محطة للمؤامرات المستقبلية. على أي أساس تبني هذا الكلام؟ هل هناك مؤشرات في تفاعل النشطاء الإماراتيين والمواطنين الإماراتيين مع حملتكم؟ هو حقيقة نعم، هناك مؤشر وهناك توقيعات كثيرة موجودة، وإن كانوا حتى من الإمارات؟ نعم، من الإمارات، وتصلنا على الخاص، تصلنا على الخاص وهي ليست بالقليلة، تصلنا بأن لا نستطيع أن نعبر الآن، لكنه حينما سوف يأتي الوقت للتعبير عنها سوف يعبرون عنها إن شاء الله. وأنا متأكد حتى في نظام الحكم اليوم، إحنا نعلم بأن المجلس الأعلى الاتحادي لم يعرب عن رأيه أبدا في تأييد هذه الحركة، ولذلك نتوقع هناك تحركات قادمة قريبة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، عضو الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع أحمد الشيبة النعيمي. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام بانوراما فلسطينية لهذا الأسبوع، أترككم في أمان الله.